والاهلي يضع قدما في النهائي. انا عن نفسي ممكن اقول قدمين، ولكن لا خلينا لا. عشان في مباراه تانية نقول يضع قدما في النهائي. كابتن طبعا مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجهاز الفني واللعيبه مجلس الاداره، فعلا يعني عملوا مباراه كبيره جدا، ونتيجه طبعا يعني نتيجه كبيره، وخصوصا انك بتلعب سيمي فاينل افريقيا، بطوله افريقيا، والمباراه كمان على ملعب المنافس بتاعك، فدي طبعا نتيجه انا شايف كويسه جدا. لكن مش عايزين نبالغ في الفرحه. صح. يعني انا ضد 99% اللي هي الارقام المئويه دي، انا شايف في 90 دقيقه، وحتى كنا بنقول كده قبل ما المباراه 90 دقيقه في المغرب و90 دقيقه في القاهره، شوط اول وشوط ثاني، فلازم ان احنا نبقى عقلانيين، وده اكيد طبعا زي ما قال الكابتن علاء هيفرحوا النهارده وكده، لكن من بكره لازم يتم التركيز. انا شايف النهارده موسيماني زي ما قال طبعا عصام الشوالي، قال كلمه حلوه جدا، قال موسيماني كور ميجل كوماندي. فعلا هو قدر يعني فعلا يخدع مدرب الارجنتيني، في نفس الوقت كمان قدر يشتغل على نقاط الضعف اللي موجودة في فرقة الوداد. واضح جدا ان الجهاز الفني للنادي الاهلي درس فرقة الوداد بشكل كويس جدا. صحيح. اتفرج عليهم بشكل كويس جدا، عرف مفاتيح القوة عندهم في اللعيبة اللي بتصنع الفارق، وقدر ان هم يشتغل معاهم بشكل مميز جدا، وفي نفس الوقت كمان يعني قدر يشتغل على نقاط الضعف عندهم. انا شايف كمان الشناوي لعب دور كبير جدا، ارجع تاني لتوقيتات المباراه، هتبص تلاقي ان توقيت ضربه الجزاء في الدقيقه 42 من الشوط الاول كانت النتيجه متفوقين بهدف، ضربه الجزاء اللي صدها الشناوي دي فرقت جدا معانا، وكانت مفترق طرق، لان لا قدر الله لو كان جه الجون ده او ضربه الجزاء دي كنت ممكن تضغط الشوط الثاني بشكل مختلف خالص، لما تطلع الشوط الاول 1-1 كانت ممكن تدخلك في اتجاه تاني خالص، لكن انقاذ الشناوي لضربه المرمى دي يعني غيرت لضربه الجزاء غيرت المجرى بتاع المباراه. لكن طبعا انا النهارده فارق كبير جدا بدنيا لصالح النادي الاهلي، فارق التزام خططي واضح جدا من 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 النادي الاهلي مقارنه طبعا بالوداد، وثالث حاجه طبعا موسيماني قدر يحط التشكيل او قدر يلعب بـ 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 بكل واحد في مركزه بمقارنه بميجيل. ميجيل الارجنتيني عمل تغييرات كتيره جدا النهارده، ودي زي ما انا قلت لك يمكن قبل الاستوديو قلت لك ان في اوقات ربنا بيدي معطيات كده هبات في المباراه النهائيه والقبل النهائي والكلام ده، المباراه الكبيره اوقات ممكن ربنا يديها لك في اصابه المنافس بتاعك. صح. اصابه لعيب عنده، ايقافه ياخد اكتر من كارت فيتوقف، مدرب زي اللي النهارده عمله بصراحه، التغييرات اللي عملها، التشكيل اللي بدا بيه برضو اداك لكن زي ما قال الكابتن علاء احنا مالناش دعوه، هو في النهايه الوداد. صحيح. انت راجل بتلعب يعني بتستغل الاخطاء. مزبوط. يعني ايا كان بقى اخطاء لعيب اخطاء مدرب. النهارده جبران في اول اربع دقائق ركبنا المباراه بخطا ساذج، لكن في النهايه قفشه نحييه. طب حسين الشحات راح بواحده الشوط الثاني كان ممكن يضاعف النتيجه. طب لكن قفشه احييه جدا، بص على التكنوتي اكتر من مره ويعني لمحه وكان دقيق جدا في وتركيز عالي جدا وهو بيحط الكره في بطن رجله، وده المفروض، ده المفروض في المباراه الكبيره ما ينفعش تضيع لاني ممكن تستقبل. ايوه. فالنهارده بصراحه لعيبه الاهلي تستاهل، لعيبه الاهلي على قدر المسؤوليه، يعني تم دراسه فرقه الوداد بكل الاحتمالات. ايوه. لكن انا ضد ان نقول ان خلاص احنا عدينا وكده. لا طبعا مش احنا بس في الكوره طبعا، لا طبعا ما نقدرش نقول كده، بس ممكن انا خايف كمان على لعيبه الاهلي من النغمه دي، لان خلي بالك هيجوا يعيشوا الاسبوع ده هنا في مصر وخلاص. لا بس خلي بالك هم لعيبه كبار يعني، وكمان طبعًا الاجواء في النادي الاهلي تعلمنا طول العمر يعني برضه يا كابتن ان لسه لازم يتقفل على الفرقه بشكل قوي جدا، ولازم دي مباراه كره قدم. طبعا طبعا خلي بالك الوداد قبل المباراه هم ذات نوم لا احنا ولا هم كانوا متصورين ان هم هيظهروا بالشكل ده. طبعا فانت لو انت مش قافل على الفرقه ومحضرها نفسيا للمباراه القادمه انت ممكن تفاجئ بحاجه، دي كره قدم ان شاء الله ما تحصلش. دي كره قدم. فالنهارده
شابو لكل اللعيبه حتى الجهاز الفني حتى اللعيبه اللي ما لعبوش. أيوة. لان النهارده كان في تغييرات كلنا كنا بنتكلم عليها. الراجل عمل ثلاث تغييرات فقط. مزبوط. يعني كان لسه عنده تغييرتين كمان. مزبوط. لكن بصراحه جاهزيه فنيه وبدنيه على اعلى مستوى. على فكره ده اول فوز لمستر موسيماني في على الوداد في ملعبه. هو قبل كده خسر فعلا. أيوة. مع سان داونز. أيوة. أيوة. دائما بص برضو مش بقول كده عشان انا في استوديو قناه الاهلي، لكن الاهلي دائما بيساعد اللعيبه، بيساعد المدربين، بيساعد اي واحد سواء جهاز فني او في مجلس اداره او في اي منصب جوه النادي الاهلي. الاهلي كمؤسسه بتساعد اي حد. صحيح صحيح. كابتن عادل مبروك للنادي الاهلي.